قال عنه النواب إن تعديله يعد أولى الخطوات الجادة والواقعية لمكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة المصرية. إنه تعديل القانون الخاص بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية الذي يعد ضربة مباشرة لمواجهة فاسدي الذمم والمخربين وكل من يريد العبث بأموال وموارد المصريين. مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وتشمل التعديلات نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام. ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة التي تتمثل في كشف وضبط الجرائم التي يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها. كما يتضمن مشروع القانون أيضا النص على إنشاء مركز متخصص يسمى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ضمن مهام الرقابة الإدارية، وهدفها إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة والمتطورة في مجال اختصاص الهيئة وعملها والارتقاء بمستوى العاملين ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطا في الداخل والخارج. فقانون هيئة الرقابة الإدارية في ثوبه الجديد بعد موافقة البرلمان على التعديلات المرسلة من الحكومة يعد مطلبا شعبيا ومتسقا مع الاتفاقيات الموقعة مع الدولة المصرية وعدد من الدول الأجنبية لمحاربة الفساد، وانعكاسا حقيقيا للعلاقة الصحية بين البرلمان والشارع المصري، وأن المجلس منشغل بالقضايا التي تحظى باهتمام شعبي وفي مقدمتها محاربة الفساد الذي ينال حظا كبيرا من اهتمام القيادة السياسية أيضا. إسراء سعد، تحيا مصر.